الأحداث الأخيرة طوالي تحقيقاتها وتقاريرها الدورية من كل ولايات السودان عن الأحداث. والآن نقدم هذا التقرير عن آخر مستجدات التحقيقات التي تولاها النيابة العامة وليان التحقيق الولائية على مستوى كل الولايات في آخر مستجدات في الأحداث. تلقت اللجنة العليا بالنيابة العامة سير التحقيقات من مختلف ولايات السودان. في البدء بنقول انه مختلف ولايات السودان شهدت هدوء تام. كل الولايات اللي شهدت احداث في الاقتتال من تاريخ 19/20/21/12/2018 الى اليوم لم تسجل اي بلاغات سواء كان في الوفيات او في الارواح او كده، ما عدا ولايه كسلة محليه خشم القربة هي التي حدثت فيها مستجدات في التحقيقات التي تولتها النيابة بكل مستوى ولايات السودان. أما بقية الولايات عامة كل ولايات السودان شهدت هدوء نسبي، لا توجد أي بلاغات وفاء أو إتلاف أو حرق في كل ولاية. ولاية كسلة تلقت النيابة العامة إفادة من مستشفى كسلة بتاريخ الجمعة 1 فبراير 2019 بوصول حالة بتاعت وفاء للمواطن المعلم أحمد الخير عوض الكريم لمستشفى كسلة. تحرك فورا وكيل النيابة الأعلى لولاية كسلة إلى مستشفى كسلة، وصل المساء وجد أن المرحوم المعلم أحمد الخير عوض الكريم وصل للمستشفى في حال متوفيا. تولى طوال التحقيق وأخذ إفادات، توصل بتحقيقاته واستجواباته بأن المعلم أحمد الخير عوض الكريم تم احتجازه بتاريخ 31 يناير 2019 بمحلية خشم القربة لدي جهاز الأمن بوحدة خشم القربة. تم ترحيله يوم الجمعة بعد الصلاة إلى ولاية كسلة رئاسة أمن محلية كسلة. في الطريق حدثت عملية الوفاة وحرك وانتقل طوال مباشرة إلى مستشفى كسلة. وصل وكيل النيابة الأعلى لمستشفى كسلة، قام بالتوجيه بحالة جثة المعلم أحمد الخير إلى المشرحة إلى الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. ولاية كسلة لا يوجد بها طبيب شرعي، تم توجيه من وكيل النيابة الأعلى لولاية كسلة بحالة الجثة إلى ولاية القضارف لوجود طبيب شرعي ولاية القضارف، اللي هو يوم الجمعة المساء من يوم السبت الصباح تم تحويل المشرحة الجثمانية إلى مشرحة ولاية القضارف. استجوبت النيابة وصولها لمستشفى كسلة باستجوبة الطبيب الذي تلقى الحالة وقام بإسعافها المبدئي وأفاد بأن الحالة وصلت إلى المستشفى بحالة وفاة. كان مع المرحوم بعض المحتجزين، تم استجواب المدير الطبي لمستشفى كسلة، تم استجواب عدد 2 من الأفراد المواطنين الذين كانوا محتجزين مع المرحوم بوحدة محلية خشم القربة والذين تم ترحيلهم إلى ولاية كسلة، تم استجوابهم بمحضر التحقيقات بواسطة وكيل النيابة الأعلى. بعد ذلك وحيل الجثمان إلى مشرحة القضارف. بتاريخ 2/2 استلم وكيل النيابة الأعلى لولاية كسلة التقرير الأولي للطبيب الشرعي الذي أشار فيه إلى وجود كدمات بالظهر وكدمات بالإليتين وكدمات بالخلفية الساقين. التقرير الأولي تم أخذ عينات من جثة المرحوم من المعدة ومن دم المرحوم ومن الكلية، تم إرسال هذه العينات إلى المعمل الجنائي بالخرطوم. تم أخذها بتاريخ 2/2 وتم تحويلها إلى المعمل الجنائي بالخرطوم لفحصها إذا كانت هناك أي تحتوي على أي مواد سامة أو غيرها. انتقل وكيل النيابة الأعلى المحقق إلى محلية خشم القربة وقام باستجواب زوي المرحوم شقيق المرحوم وخاله حول إفاداتهم حول هذه، وهذا ديدا ونهج النيابة العامة بأن في كل التحقيقات
تصل الى الاولاد ده وتم التحقيق معهم عن اي معلومات وساري ذلك. استجواب بعض الافراد اللي كانوا محتجزين مع المرحوم ايضا بمحضر التحقيقات، النيابة حققت مع الطبيب الشرعي بعد استلام التقرير المبدئي حول واقعة تم، هل هناك اي اعتداءات ظاهرية اخرى على جثة المرحوم، وتم استجواب الطبيب الشرعي مباشرة بواسطة وكيل النيابة الاعلى لولاية كسلة للطبيب الشرعي، هل من الكشف الظاهري ومن التقرير الاولي هل تعرض المرحوم لأي عملية بتاعت اعتداء جنسي بآلة حادة أو غيرها؟ فكان التقرير الأولي من الطبيب الشرعي تقرير طب، نحن نقرأ لكم كما ورد، من الطبيب الشرعي الذي عاين الجثمان وقام بعملية التشريح الظاهري والداخلي وأخذ العينات. فيما يتعلق بواقع هل تعرض المرحوم لأي عملية بتاعت اعتداء جنسي بأي حالة بأي أدى حالة، كان التقرير الطبي لجثة أحمد الخير أحمد عوض الكريم 40 سنة السكن خشم القربة ذكر الجنسية سوداني النيابة العامة كسلة القسم الأوسط تاريخ الزمن الساعة 12 ظهرا 12 ونص بالكشف على دبر المذكور على لم تثبت معالم إصابية أو معالم لاتصال جنسي ولا يوجد تهتك أو معالم إصابية بالغولون النازل للمستقيم من خلال التشريح البطني، لم يثبت بالشرطي آثار دماء ظاهرة. دكتور أخصائي الطب الشرعي عبد الرحيم محمد صالح، هذا التقرير الأول الذي استلمناه عن هل هناك أي حالة بتاعت اعتداء جنسي به على المرحوم على من خلال الكشف الظاهر والكشف التصريحي للمرحوم. بعد ذلك تم إرسال العينات التي أخذت من جثة المرحوم المعلم أحمد الخير إلى المعمل الجنائي. بالأمس تم تسليم نتيجة العينات للمعمل الجنائي، وهذه النتيجة تسلم مباشرة، تم استلام بواسطة النيابة وسلمت للطبيب الشرعي لإصدار التقرير التشريح النهائي. زي ما ذكرنا انه التقرير الاول بتاع 2-2 كان هو تقرير اولي بوجود كدمات ووجود ضربات، بعد ذلك تم اخذ العينات والان جاءت النتيجه بتاعت المعمل الجنائي عن المختبرات لثلاث عينات، اللي هي تم اخذ عينه من المعده واخذ عينه من دم المرحوم واخذ عينه من الكليه. جاءت نتيجه المختبرات الجنائيه تقرير بيان معروضات المرسله، تم الفحص عن السموم المخدرات العضوية الشائعة بواسطة جهاز GC-MS، وكانت نتيجة الفحص المعملي لم تتبين العينات على أي أنواع من السموم والمخدرات المذكورة في العمل الفني على. بالتالي نتيجة المعمل الجنائي أوضحت أن العينات التي أخذت من تشريح المرحوم المعلم لم تحتوي على أي نوع من السموم والمخدرات المذكورة. تم إحالة هذا التقرير إلى الطبيب الشرعي لإصدار التقرير النهائي، وباليوم الخميس 7 فبراير الساعة 12 ظهرا استلمت النيابة العامة وكيل النيابة العامة محقق التقرير النهائي والتشريحي للمرحوم أحمد الخير أحمد عوض الكريم 40 سنة خشم القربة ذكر. جاء في التقرير النهائي بعد فحص وتشريح جثة المتوفي أحمد الخير أحمد الكريم تبين وجود إصابات حيوية وحريصة في شكل كدمات وسجمات منتشرة بالظهر وخلفية العضدين والإلية اليمين بالأعلى والفخذ الأيمن ومنتصف الساقين، ونتجت هذه لإصابة بآلة حادة أو آلة صلبة مرنة ناجة أيا كان معين. لم تبين معالم إصابية أو معالم لأي اعتداء جنسي بمنطقة الشرج. تعزى وفاة المذكور عليه للإصابات المتفرقة بالجسم ما نتج عنها من مضاعفات
حيويه وادت الى الوفاه مرفقا مع التقرير نتيجه العينات والفحص والسموم. استلمت النيابه العامه التقرير النهائي لتشريح جثه الاستاذ احمد الخير احمد الخير، ثبت لنا عدم وجود اي اثار لاعتداء جنسي باي اله حاده او غيره. ثبت تقرير المعمل الجنائي عدم وجود سموم او مواد مخدره في العينات التي اخذت من جثه المرحوم من المعده والكليه والدم. التقرير النهائي عزى الوفاه الى الاصابات المتفرغه بالجسم وما نتج عنها مضاعفات سببت الوفاه. فور ذلك اليوم استلمنا هذا التقرير الساعه 12:30، قام وكيل النيابه الاعلى المحقق بمخاطبه مدير امن كسله ليفاته باسماء القوه التي كانت تتولى التحقيق مع المرحوم في وحده امن خشم القربه والقوه التي ارسلت لاحضار الولايه كسله. فور استلام التقرير سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال هذه الاجراءات. هذه الحاله التي نذكرها هي اخر التحقيقات التي وصلت لها من خلال الولايات. زي ما ذكرنا باقيه ولايات السودان عامه لم تشهد خلال الاسبوع الماضي اي حوادث بتاعت وفاه او حرق او اتلاف سوى هذه الحادثه بمحليه كسله. النيابه مواصله في تحقيقاتها لبقيه الاحداث، ونذكر هنا ان هناك تقدم ملحوظ في التحقيقات في بقيه الاحداث من خلال مناشده التي وجهتها النيابه للمواطنين بالتعاون معها بالادلاء باي معلومات يعلمها اي مواطن حول هذه الاحداث وحول هذه التحقيقات حتى تتمكن النيابه من تكمله التحقيقات في اسرع وقت ممكن. عقد النائب العام اجتماع مع كل الرؤساء لجان التحقيق الولائيه، وجه بسرعه التحقيقات وناشد مره اخرى ونناشد مره اخرى المواطنين عامه بالتعاون مع النيابه العامه بمستوى الرئاسه بإدلاء باي افادات. وفي هذا الخصوص نذكر بأن توجيهات معالي النائب العام بأنه يتم تطبيق مبدأ حماية الشهود المبلغين، وهذا المبدأ تعتمد النيابة من خلال قانون الإجراءات الجنائية ومن خلال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان ذات الشأن الجنائي. وهذا المبدأ نوضح فيه بأن الشاهد الذي يأتي إلى النيابة للإدلاء بإفاداته يتم التحفظ على هويته، لا يذكر اسمه وعنوانه وبياناته في خلال يومية التحقيق، يتم الاستعارة عنها بكود أو رمز تحفظ فقط عند النيابة، يتم أخذها والشاهد على اليمين في مكان آمن ولا تعرض تفاصيله الشخصية لأي جهة كانت، حتى أن النيابة بموجب سلطاتها بالدستور وموجب سلطاتها بقانون النيابة بإجراءات التحقيق التي تختلف عن إجراءات التحريات تأخذ هذه الأغوار على اليمين وتقدم للمحاكمة كذلك. وقد ترى المحكمة الاكتفاء بهذه الإفادة حيث أنها تكون أخذت أمام وكيل النيابة وأخذت على اليمين، حتى إذا اضطرت المحكمة إلى سماع الشاهد لمناقشته حول أي جزئية تتم ذلك في جلسة سرية. دي بعض الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، خاصة اتفاقية الجريمة عبر الوطنية والسودان مصادق عليها، وتتحدث عن مبدأ حماية الشهود المبلغين في تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب. النيابة حريصة على ذلك، حريصة أن تواصل تحقيقاتها بكل شفافية بكل مصداقية، لكن محتاجة لمعلومات من المواطنين. ونذكر أنه في عدد من التحقيقات حصل فيها تطور بنتيجة لهذه الإفادات وجون عدد من الشهود، لكن الناشد دارين عدد أكبر للشهود الحضور. إن شاء الله كده نحن هون انتفينا بالتقديم عن آخر التحقيقات المتولاة النيابة لولاية كسل وخشم القربة، كانت آخر الحاجات، وإن شاء الله في المؤتمرات الجاية نوضح التطورات اللي حدثت والتحقيقات اللي قدام. شكرا جزيلا. هل الأسماء التحقيق مع المرحوم تم القبض عليهم ولا فقط؟ نحن استلمنا التقرير الساعة 12:30 قبل 5 ساعات، والآن خاطبنا عشان يدونا. نحن الآن استلمناه، ونحن حسب التقرير استلمنا الساعة 1:00 والآن الساعة 6. تمت مخاطبة لمدنا بالأسماء واتخاذ ومتابعة تخصصات القانونية حيال ذلك ويبقى للقانون. شكرا جزيلا.